بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة إن شاء الله بتاني فيديو من سلسلة فيديوهات تكلم عن قواعد اللغة الإنجليزية. وأنا كلمنا في الفيديو الأولاني عن استخدام أداة التعريف والتنكير إيه وآن، والنهاردة إن شاء الله هنكمل، وهنكمل معاه برضو إيه أداة ذا وكلمة ذا اللي هي ال ذا بما يعادل في اللغة العربية ألف لام. أنا دلوقتي برضو في حاجة هنشرحها بقى بأبسط وأوضح من الأول إن شاء الله استكمالا ليها. دلوقتي إن أنا وجيت ما زي ما موجود في الصورة كده قدامي، بتقول يعني الأم بتقول لبنتها أو ابنها كان يوم هنا ويندو، هو هنا قدامي تلات شبابيك 3 ويندو. طيب هو هنا بتقول لها ممكن تفتح الشباك ده، طب هو انا شباك واحد ولا اتنين ولا تلاته؟ هي ما حددتش. طالما ما حددتش يبقى بحط ايه قبل الشيء او قبل النون. تمام. برضو نفس الكلام مثال تاني، I have good account. احنا كنا اتكلمنا عن المثال دوت بس ما شرحناهوش بتعمق قوي. طيب التفسير بتاعي ان انا حطيت ايه قبل car ليه؟ لان انا بقول انا عندي عربيه، يعني العربيات كتير كتير. طب انا بس انا عندي عربيه واحده منهم، انا عندي عربيه. كان اسك كويشن، انا ممكن اسال سؤال في العديد من الاسئله بس انا حددت ان انا اسال سؤال واحد بس. كذلك برضو في المثال الرابع، يعني بيس از ان انترستنج سيت. هنا حطيت ان لان انا الانترستنج بتبدا بحرف متحرك، اذا لازم احط معاها ان، الاداه بتاعتها تبقى ان. وهنا حطيت اداه التعريف ان لاني اكيد في موجود كتير مدن مثيره في فرنسا. ليزا از ستودنت، يعني ليزا هي طالبه. تمام، يعني في طلاب كتير بس انا ايه قلت حددت ليزا هي واحدة منهم. another side، يعني على الجانب الآخر، هنلاقي بقى كلمة ذا أو الأداة ذا هنا تختلف. يعني حتى في فرق بين الصورتين. هنا كان الأول بتقول كان يو أوبن أي ويندو، هنا بتقول لها افتحي لي تقدري تفتحي الشباك. طب واحدة اثنين ثلاثة أنا ما أعرفش، لكن هنا بقى هنا كان يو أوبن ذا ويندو ممكن تفتح الشباك، ما فيش غيره أو ما فيش غيره في الأوضة. فإذا أنا حددت خلاص يبقى احنا كده فهمنا الأداة. يبقى الايه بتستخدم لما انا بسأل على شيء غير محدد، انا ما اعرفش انهي، انا بقول كذا، طب انهي بقى فيهم بالظبط؟ وما حددتش. لكن ذا بتستخدم انها بحدد بيها الشيء. تمام، ده الفرق. ايضا برضه في حاجه، I'm going to clean the car tomorrow. انا هنا بقول ايه؟ انا هغسل عربيتي بكره. طب انا عربيه، انا عربيتي، انا حددت عربيتي انا. كان يور بليز ا كويشن، بليز انت ممكن ترد على السؤال بليز. هنا السؤال بقصد السؤال اللي انا سالته، مش اي سؤال، السؤال اللي انا سالته. وي انجويد اور هوليدي، ذا هوتيل واز فيري نايس. انا لما حطيت ان ذا هوتيل، انا اتكلمت هنا على الاوتيل اللي احنا كنا فيه ساعه ما كنا في الاجازه. ليز از ذا يونجست ستودنت ان هير كلاس، يعني انا بقول ليزا هي اصغر طالبه في فصلها كده. انا ايه قلت يبقى هي الوحيده الاصغر. نيجي هنا بقى مقارنه بسيطه، كومبير ايه اند ذا. هنا مثال بقى يعني بيوضح الفرق بين الاي والذا في مثال واحد. I bought a jacket، انا اشتريت جاكيت، and a shirt، وتشيرت. The jacket was cheap, but the shirt was expensive. هنا بقى لو حددت في الأول، لو أنت اشتريت جاكيت وشيرت، أنا حطيت الإيه ليه؟ لأن أنا اشتريت جاكيت وشيرت. طب أنا رحت محل ما فيه جاكيت كتير، في تيشيرتات كتير، في هدوم كتير، فأنا اخترت أداء إيه؟ لأن أنا اخترت حاجة ما من وسط ملايين الحاجات. لكن هنا لما انا جدا اتكلمت في الجزء الثاني من الجمله، قلت ذا جاكيت ووز تشيب، انا هنا بقصد الجاكيت اللي انا اشتريته، مش اي جاكيت، الجاكيت اللي انا اشتريته. كده الكلام بقى مقصود على الجاكيت اللي انا اشتريته. But the shirt was expensive، بس التيشيرت كان غالي. طبعا انا بتكلم برضه على التيشيرت اللي انا اشتريته،
مثال حي يعني يوضح. برضو كلمة زادت برضو نستخدمها مع ايه؟ لما نحب نوضح شيء او شخص احنا نقصده بعينه، يعني مثلا the door, the ceiling, the floor, the carpet, the light، يعني الحاجات دي كلها طبعا في الأوضة. يعني انا كنت مثلا قلت can you open the door، بقول لك ممكن تفتح الباب، اكيد يعني لو انا في أوضة اكيد الباب اللي في الأوضة. ما في garden, the kitchen, the bathroom, the bathroom، كل ديت الحاجات اللي هي بتبقى في حيز المنزل. سنترال، ذا ستيشن، ذا ايربورت، ذا تاون هول، كل الحاجات ديت اللي في المدينه، تاون اللي انا جوا اوف ا تاون. برضه في امثله جميله، وين ستار ان ذا كيتشن، انا بقول فين فوق مثلا، اخ بيسال اقول هو فين فلان، بقول ده في المطبخ، مع كل المطبخ اللي في الشقه، ما خلاص انا في الهاوس او في المنزل ده. Turn off the light and close the door. أنا بقول لك مثلا اقفل النور واقفل الباب، مع كده النور اللي أنا فيه في الأوضة، أنا بكلمك أنا في الأوضة، أو في في أو بقول لك اقفل باب الشقة ده، أو اقفل باب الأوضة اللي أنا فيها. Do you live far from the central؟ يعني هل أنت تعيش بعيد من أو وسط المدينة؟ أنا بتكلم هو أنا بتكلم علينا، بتكلم عن المدينة اللي إحنا عايشين فيها نفسها. يعني بحدد I'd like to speak to the manager please. أنا هنا بتكلم إيه؟ بقول لك إيه؟ أنا عايز أتحدث مع المدير، ممكن لو سمحت. طبعا أنا بتكلم إن أنا في محل، أنا بقصد المدير، يعني أنا في محل أو في مكان معين بقصد المدير بتاع المكان ده. بس وخلصنا كده إن شاء الله، ولو في حاجة مش واضحة يعني الكومنتس تحت تسيب السؤال إن شاء الله، والله الموفق والمستعان.